نعم سينار، تصريحات كافة الوزراء وبطبيعة الحال على رأسهم جوزيف بوريل تحدثوا عن دعم أوكرانيا وضرورة تسريع تقديم الدعم العسكري، السلاح خاصة الذخائر لأوكرانيا في محاولة منها لوقف الهجمات الأخيرة الروسية. على سبيل المثال وزير خارجية أستونيا تحدث عن 1,000,000 قذيفة تحتاجها أوكرانيا خلال هذه الحرب. تكلفة هذه القذائف بطبيعة الحال 4 مليارات يورو تحتاج إلى تصنيعها 6 سنوات، وبالتالي كان قد طالبت دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بأن تقدم من مخزوناتها هذه الأسلحة. جوزيف بوريل شدد على هذه النقطة أيضا، قال إن أوكرانيا بحاجة إلى قذائف لمدفعية كاليبر من عيار 155 و152. قال إن أوكرانيا تحتاج هذه الذخائر على وجه السرعة، وبالتالي هنالك محاولات لتقديمها. طالب أو أعلن أيضا اليوم عن اجتماع كان لم يكن قد أعلن عنه من قبل، أعلن عن اجتماع ما بينه وبين وزير الخارجية الأوكراني أيضا مع أمين عام حلف الناتو. سيكون هذا الاجتماع يوم غد في مقر الناتو للحديث عن المساعدات، عن تسريع المساعدات التي كانت قد وعدت بها الدول الأوروبية أوكرانيا لتقديمها على وجه السرعة. تحدث معظم الوزراء سينار أيضا عن العقوبات على روسيا. بوريل قال أنه من غير المتوقع ربما أن يكون هنالك توافق اليوم حول الحزمة العاشرة من العقوبات على روسيا، ولكن من المتوقع أن يكون هنالك مناقشات مستمرة في حال لم يكن على مستوى وزراء الخارجية فعلى مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي محاولة أن تكون هذه الحزمة جاهزة يوم 24 المتوقع أن يعلن عنها بطبيعة الحال في ذكرى الحرب الروسية الأولى في أوكرانيا. سينار، طيب سلام، يعني أيضا موسكو اتهمت أوروبا بأنها وردت لأوكرانيا مواد مشعة لتنفيذ أعمال استفزازية، هل هناك رد؟ هل هناك إثارة لهذا الموضوع؟ نعم سينار، لم يصرح أحد الوزراء اليوم أو حتى على مستوى الاتحاد الأوروبي حول تقديم هذه الأسلحة، هذا النوع من الأسلحة عمليا لأوكرانيا. بطبيعة الحال كان هنالك تخوف من تقديم أسلحة متطورة أو أسلحة عنقودية على سبيل المثال، طالب بها وزير الخارجية قبل أيام دول حلف شمال الأطلسي ودول الاتحاد الأوروبي. وبطبيعة الحال قد يكون هنالك أيضا عدم توضيح أو عدم رد بشكل مباشر أو ربما نفي لتقديم هذه الأسلحة، علما أن الاتحاد الأوروبي أو حتى دول حلف شمال الأطلسي لم تخفي يوما دعمها لأوكرانيا بالأسلحة، وهي دائما سينار ما تعلن عن نوعية هذه الأسلحة التي ستقدم إلى أوكرانيا علانية، بمعنى أنه لا يوجد ما هو مخفي من قبل الدول الأوروبية أو من قبل حلف شمال الأطلسي حول طبيعة أو نوعية الأسلحة والذخائر التي تقدمها هذه الدول إلى أوكرانيا، وتعلن بأنها أيضا وتؤكد على أن هذا الدعم مستمر حتى تنتصر أوكرانيا في هذه الحرب. كافة التصريحات اليوم تؤكد على استمرار هذا الدعم، قالوا إن روسيا هي الوحيدة القادرة على إنهاء هذه الحرب بسحب كافة الجنود من كل المناطق بما فيها شبه جزيرة القرم. سينار قمعنا سلام، أتحول إلى يوسف بيجار من موسكو. يوسف، يعني بالنظر إلى هذا الاتهام الذي اتهمته موسكو لدول الاتحاد الأوروبي، إلى أي شيء استندت موسكو وما هو الهدف من هذا الاتهام؟ سينار، في الواقع وزارة الدفاع الروسية تستند لما تصفه بالأدلة الدامغة التي تثبت بأن عدد من الدول الأوروبية قام بتوريد ما يوصف هنا في روسيا بالمواد المشعة عن طريق دولة جارة لأوكرانيا دون تمرير ومراقبة هذه المواد المشعة والحاويات التي نقلت بها على الجمارك التي يبدو بأنها تمتلك الصلاحية القانونية لتفتيش الحاويات التي تدخل الأراضي الأوكرانية. وزارة الدفاع تقول بأن الهدف من إدخال هذه المواد المشعة إلى أوكرانيا يأتي في إطار سلسلة الاستفزازات التي تحضر لها سلطات كييف بحسب الوصف الروسي، خاصة وأنها تأتي قبيل الاجتماع الاستثنائي للجمعية العامة للأمم المتحدة. الجانب الروسي يقول بأن إدخال هكذا مواد الهدف منه هو أن تقوم السلطات الأوكرانية والقوات الأوكرانية باستفزازات إشعاعية في مناطق نووية تحت سيطرة القوات الأوكرانية، ومن ثم اتهام الجانب الروسي بأنه هو من يقف وراء انتشار المواد المشعة والمواد النووية
بعد القصف الروسي على هذه المناطق. يبدو بأن أجهزة الاستخبارات الروسية ووزارة الدفاع الروسية تفطنت لهذا المخطط الأوكراني، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تتهم فيها موسكو كييف ومن وراءها بأنهم يسعون للقيام باستفزازات سواء إعلامية أو حتى نووية على مستوى الأماكن التي هي تحت سيطرة القوات الأوكرانية، لاتهام روسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف الحصول على دعم عسكري واقتصادي أكبر، وبهدف أيضا بحسب ما تقول السلطات هنا في موسكو شيطنة الجانب الروسي لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة. طيب يوسف، أيضا فيما يتعلق بآخر بيانات وزارة الدفاع، يعني هناك حديث عن تدمير معظم المعدات التي المهداة أو المقدمة لأوكرانيا من قبل الدول الأوروبية. سينار، هذه التصريحات جاءت من أجهزة الاستخبارات الخارجية هنا في روسيا، تحدثت بأن الجيش الروسي تمكن من تدمير ما وصفته بالمعدات العسكرية الغربية التي دخلت الأراضي الأوكرانية منذ عام 2021. يبدو بأن الجانب الروسي، أو على الأقل الاستخبارات الروسية، لديها الكثير من المعلومات التي تفيد بأن الدول الغربية بدأت في توريد السلاح والمعدات الحديثة للجيش الأوكراني منذ عام 2021. الأرقام التي نشرت صباح اليوم أفادت من خلالها السلطات الروسية بأن الجيش الروسي تمكن من تدمير معظم الأسلحة التي دخلت الأراضي الأوكرانية، دخلت في شكل دعم عسكري من طرف القوى الغربية للجيش الأوكراني. ربما هذا البيان الذي نشر صباح اليوم يحمل الكثير من الرسائل التي تريد أن تؤكد عليها موسكو، خاصة وأن وزارة الدفاع الروسية والكرملين والخارجية الروسية أكدوا في الكثير من المناسبات بأن كل المعدات والأسلحة الغربية التي تدخل الأراضي الأوكرانية ستكون بمثابة الأهداف الشرعية للقوات الروسية. إذن من موسكو يوسف بيغار، ومن بروكسل سلام كيالي مراسلنا، شكرا جزيلا لكما.